لجنة الطاقة أو الاجتماع وزراء الطاقة في قمة مجموعة العشرين لأول مرة في تاريخ، يعني سابقة جديدة في تاريخ مجموعة العشرين، أن يتفق وزراء الطاقة وبالتالي القمة على أربعة محاور. يمكن أعلى محاور كانت في أوساكا، كانت محورين. صحيح. على مجال الطاقة هناك أمر المملكة قدمته كمبادرة عالمية، وهو الاقتصاد الدائري للكربون والاقتصاد الأكثر استدامة. يعني المملكة نجحت في هذا الملف بامتياز. دائما المملكة تشجع في معمية اقتصاديات الكربون والمحافظة على الكوكب والمحافظة على البيئة والمحافظة على المناخ بشكل كبير جدا، ولذلك هي منضمة في 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 اتفاقية المناخ وتشجع دائما كثير من الدول على أنها فعلا تنحى منحى هالجانب هذا، وغير أنها تنحى هي تساعد عملية التشريع. على سبيل المثال عندها تشريعات في عملية المحافظة على البيئة، ويمكن حتى كلمة خادم الحرمين الشريفين اللي هو لاحظت اليوم تكلم حتى عن عملية الكوكب الأرض، تكلم عن الشعب المرجانية، تكلم عن المحافظة على الأرض في كل الأحوال، لأن هذه من ضمن الأشياء اللي تحافظ لك على البيئة في المقام الأول. الجانب الآخر، المملكة حتى تعزز صناعيا التقنية الجديدة في عملية المحافظة، تقليل الانبعاثات. عندنا على سبيل المثال الآن في النيوم إن شاء الله إذا الله وفق اتفاقيات في عملية الطاقة النظيفة، وهذا طاقة الهيدروجين أيضا. نعم، وهذا من الأشياء اللي المملكة دائما تحرص عليها في كل الأحوال، لأن احنا شركاء في هذا الكوكب جميعا، سواء دول مصنعة ولا منتجة أو حتى مستهلكة. احنا لابد إذا حافظنا على هذا الكوكب حتستمر الحياة، حتستمر كثير من الأشياء، ولكن إذا كانت هناك الانبعاثات اللي ممكن تؤثر، قد تحدث أمراض أو تحدث بعض الأوبئة أو بعض المسببات اللي ممكن تكون لها تأثيرات على الجميع في كل الأحوال.